النهاردة هنعمل وصفتين أحلى من بعض. هنعمل مع بعض ورقة اللحمة، مش بس كده، ده احنا هنحط جواها محشي ورق عنب، يستووا الاتنين مع بعض ويشربوا من طعم بعض. عيشي بقى طعم حتة اللحمة، وعيشي كده صباع ورق العنب اللي مسقي ومستوي جوه اللحمة، زي ما أستاذ أحمد جاب لنا كده. أنا بعتبرها جريمة متكاملة الأركان. أول حاجة عندنا ورقة اللحمة بمحشي ورق العنب. مقاديرها إيه؟ عندي نص كيلو لحمة، كيلو زي ما يعجبك. اللحمة بنقطعها زي الاستيك كده، بتبقى إيه، عاملة زي البوفتيك بس نوعا ما تخينة شوية عشان ما تاخدش معانا سوا في ورقة اللحمة. بصل، فلفل رومي، طماطم، بطاطس، جزر اللي هو الخضار بتاع ورقة اللحمة العادية جدا، وتوم، وكرفس، جنزبيل، معلقة كبيرة صلصة، ملح وفلفل، وكباب صيني، وكمان بهارات اللحمة وشوية زيت، وهنحط كده حوالي نص كوباية مية بس. نقول كمان اللحمة طبعا دي البطل بتاعنا النهاردة، بصل وفلفل رومي، طماطم وبطاطس وجزر وتوم وكرفس وجنزبيل، معلقة كبيرة صلصة، ملح وفلفل، كباب صيني، بهارات اللحمة وشوية زيت. دي كده المقادير بتاعت ورقة اللحمة. المحشي بتاعنا محشي ورق العنب، دايما بنقول ان احلى حاجة تناسب ورق العنب الني في ني، ما بنسبكش حاجة على النار خالص. ورق العنب بتاعنا مقاديره الني في ني، عندي ورق عنب مسلوق ومتقطع العنق بتاعه، رز، طماطم مبشوره، خدوا بالكم المقادير دي للني في ني، يعني انا واخده طماطم مبشوره، بصل مبشور، وخضره مشكله، وصلصه. التوابل بقى بتاعت المحشي الجميله، ملح، كمون، شطه، شويه نعناع ناشف بيبقى حلو قوي قوي مع ورق العنب، سبع بهارات، وبرده شويه زيت. بس يا ستي الخضار الاول، ادي البصل كده، شايفين التقطيعه دي، وبعدين طماطم. بسم الله، عايزه اقول لكم ورقه اللحمه النهارده بالخضار ده بالطريقه دي والتوابل دي حكايه حكايه من الاخر، زي العسل. فلفل رومي، وما يمنعش تحطي قرن حامي لو انتوا بتحبوا الاكل شويه سبايسي، دي بتاعتك انت يعني. شويه جزر بيدوا تسكيره حلوه قوي لورقه اللحمه. بصوا بقى انا حطيت كل المقادير على بعضها بما فيها كمان اللحمه، تمام؟ نقلب بقى تقليبه كده حلوه، بطاطس، جزر، فلفل، بصل، طماطم، يا الله على جمال التشكيله دي، ايه ده يا جماعه ده. وبعدين هناخد معلقه كبيره كده حلوه صلصه، ماشي، وهننزل بالتوابل بتاعتنا كلها اهي، وما خدناش كمان ملح وفلفل. يلا ادي شويه فلفل حلوين، وادي الملح بالشكل ده. بس يا ستي المقادير قدامكم اهي على الشاشه، صوروها يا جماعه واعتمدوا الطريقه دي. هوريكم بس ايه تقطيعه اللحمه كده يا استاذ احمد. بص ده دي التقطيعه المطلوبه، وده السمك المطلوب. ارفع من كده هتنشف، ادخل من كده هتاخد وقت في التسويه، وممكن الخضار يتهري معانا. دي بقى كده تتركن كده دلوقتي على جنب لغايه ما نعمل الخلطه بتاعه ورق العنب الني في ني.